حابه ان انا اعرضه على حضرتك دلوقتي، وحابه انك يعني ايه تعلق عليه، ومش عايزه اسمع كلمه لا تعليق. ما معرفش ايه تسمح لي نعرضه؟ يمكن من فتره طويله، يمكن اختلاف وجهات النظر برضو خاصه بثوره يناير. انتوا اتصالحتوا ولا لسه؟ لا بصي، عشان بس هم في، انا ما عملتش اختلاف، هو اللي عمل اختلاف. انا كنت قاعده في بيتنا وبنزل التحرير، فهو كلمني مكالمه مسيئه وقفل السكه في وشي، وانا ما غلطتش فيه، انا بعبر عن رايي، وهو ليه الحق ان هو يعبر عن رايه، او يبقى مع مبارك او يبقى مع اي حد، هو حر. الفكره بقى ان بعد كده، وهو بعد كده طلع في احد البرامج اتكلم عن في دريم، كان مع منى الشاذلي في دريم، واعتذر ليا وخلاص الموضوع انتهى على كده. فوجئت السنه اللي فاتت، يعني بعد الجامب، بعد 3 سنين، انه في احد القنوات مستضيفاه وبيقولوا ان انا سبيته في الجرايد او حاجه كده، سبيته هو واهله. والحقيقه ان انا ما بسبش حد خالص. الحقيقه ان انا حتى لما مين بينفق يعني، ولا جيب سيره الاهل. نعم، رديتي عليه؟ لا خالص، انا ما ردتش عليه في المره الاولانيه، مره بس نزلت تقريبا في احد المجلات حكيت بالظبط اللي حصل. واللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل انه قبل ما وقعت الجمال بيوم، لقيته بيتصل بيا، فانا برد باقبال شديد لانه انا بعزه جدا، فبرد بقلب شديد، ايوه يا دكتور. فترخ ترخ ترخ ترخ، قال كلام مش لطيف وانا مذهوله، وبعدين قام قفل السكه في وشي. تاني يوم، يوم موقعة الجمل، جدي توفى، وكنا في حظر تجول ومش لاقيين اذن دفن علشان البلد كلها واقفة، وكان موقعة الجمل، وكانت حتى يوميها انا ما نزلتش التحرير لمدة 3 ايام لا انا ولا ماما. فامي ما كانتش تعرف اللي هو عمله معايا، فاتصلت علشان. انت ما حكيتيش؟ لا 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 لا، وحاولت اتصل بيه بعديها لان انا ما اتعودتش انه حد يحصل خلاف، لا وانك تقفلي السكه وما خدش حقي بادب. فاتصلت عشان حتى اقول له يعني ازاي حضرتك تتكلم معايا بالشكل ده، وانا ما عملتلكش حاجه اساسا، انت بتحاسبني على وجهه نظري في نظام، طب انا مش عايزه النظام. الحين دي كان معظم وجهه نظر عدد كبير من الناس. حبيبتي، اختلافنا في وجهات النظر ما يخليناش ما نترحمش مع بعض. طب والدتك الفنانه فهر مرشدي كلمته بقى تاني يوم علشان اذن الدفع، ما تعرفش؟ لا لا، فعلى اساس ان هو النقيب، فقال لها برده كلام مش لطيف، وقفل السكه في وشها، وهو النقيب وجدي متوفي وما وقفش جنبنا لا بصفته نقيب ولا بصفته مسلم ولا بصفته بني ادم. يعني المهم، برغم كل ده انا حكيت الموقف از اتز بالظبط، ولحد النهارده ما حصلش تليفون او الفكره مش في كده. الفكره مين قال ان انا سبيته؟ انا مش اخلاقك خالص خالص، واكيد الوسط كله عارف ان دي مش اخلاقك. وهو عارف، هو مربيني على فكره، ما هو كان بيدخل بيتنا لان هو كان تلميذ بابا، كان بيجيب لي المقلمه وانا صغننه والله العظيم، وانا بلبس المدرسه. فاكتشلي هو اعتقد ان هو عارف ان انا مش ممكن لا اسب ولا اسب اهله رحمهم الله لو هم متوفيين او لو هم احياء، ربنا يبارك في عمرهم. واختلافي معاه او اختلافي مع اي حد، وبعدين انا حتى مش زعلانه ان انا مختلفه معاه، ده هو اللي زعلان ان انا مختلفه. فلقيت الموضوع تصاعد وبقى فيه ردود افعال مني. لكن لحد النهارده ما حصلش؟ لا ما حصلش اي حاجه او حديث بينكم وبين هو بقى. وقتها في كذا نجم صحابي وقتها، وقت 2011، حاولوا يتدخلوا، فانا كان ردي ان هو يعني كان جريء كفايه انه رفع سماعه التليفون وتجرأ عليا وقفل السكه في وشي. ده صحيح. اللي يعمل كده يرفع سماعه التليفون ويقول سوري وعفى الله عما سلف عامه، ده صحيح. فمعلش ما يعني انتم ما كنتوش وسطاء، وانا بتهزق عشان تبقوا وسطاء دلوقتي. ده كان ردي الوحيد. طب ايه يعني، ايه الكلمه او الرساله اللي توجهيها ليه دلوقتي؟ لا لا، ما يعني ما عنديش اي حاجه غير ان ربنا يوفقه في منصبه، اتمنى طبعا انه يقدر يخدم البلد في موقعه ويخدم كل الفنانين، زملائي من اهم حد لاصغر حد، ربنا يوفق الجميع وربنا يهدي ويهدينا يعني، يهديني. طيب انا استقبلتي فكره يعني فوزه في الانتخابات نقابه الممثلين ازاي؟ انا اعتقد ان هو اداري هايل طبعا. طبعا انا متوقعه طبعا انه يفوز، اولا لان هو شاطر، ثانيا لانه هو محبوب جوه النقابه جدا، وفعلا كان بيعمل خدمات رائعه، هو كاداري رائع، اعتقد انه صعب يبقى ليه شريك. ثالثا لان انا شايفه انه كل العالم بتاع رجالات مبارك راجعين بقوه، ورجعوا بقوه وهيعتلوا بقوه، ويبقى الحال على ما هو عليه، على المتضرر انه يضرب دماغه. انت كنت بتجيب لها المقلمه
هي اللي كانت بتجيب لي المقلاة. انا بقى هي اللي كانت بتجيب لي المقلاة. حنان اكبر مني ما اعرفش هي جابت منين. حنان فنانة جميلة وهي بتحبك وبتقدرك، وعايزة اقول ان زي ما هي قالت كده ان مش اخلاق حنان مطاوع ان هي تقول لفظ يسيء لحضرتك، لان دي مش اخلاقها. تعليقك ايه؟ تعليق يعني، يعني احنا رجعنا فلاش باك 5 6 7 8 سنين، فحاجة يعني خلصت وهي بتكلمني كتير جدا. يعني اتصالحتوا؟ بنتكلم كتير جدا. مين صالح التاني الاول؟ ولا حد صالح التاني. ازاي؟ ولا ما يعني ما كانش في مجال لحوارات في الحاجات، يعني لم يكن هناك مجال لحوارات. انا نقيب للجميع، وانا لما رجعت قلت يا جماعه انا مش راجع اصفي حسابات مع حد، وانا الموضوع باختصار يعني لو مشيت ورا اللي هي قالته بالترتيب، الف ان انا كلمتها في التليفون واتخانقت معاها، ب ان انا طلعت مع الاستاذه منى الشاذلي واعتذرت لها. طب لما انا اعتذرت لك قامت مكلماها عايز تعرفي مين؟ دنيا عبد العزيز. اه قالت لها اشرف زكي طلع مع مدام منى الشاذلي واعتذر لك. فقالت لها كلام، انا بقول بالاسماء اهو. بس زي ما قالت حنان في نقطة مهمة ان دي مش اخلاق حنان. على فكرة انا قلت نفس القصة، ما انا بحكي لك اللي حصل. اتفضل. يعني دلوقتي لو انا عملت لك حاجه وزعلتك واعتذرت لك مش خلاص بقى؟ انما كلمتها دنيا، انا بقول لك بالاسماء، ودنيا عبد العزيز قالت لها يا حنان اشرف زكي طلع اكلمك واعتذر لك، يعني المفروض تكلمي تشكري وبتاع. قالت لها كلمه اشكره. ده اللي وصلني. ده اللي وصلني. ماشي. فيعني انا مش فارق معايا حاجه، لا فارق معايا مين بيحبني ولا فارق معايا مين بيكرهني. لا اصل انا عارفه عن انا فارق يعني معايا. بص انا عارفه عن دكتور اشرف زكي بشهامته ومروته وانه بيقف يعني مع هي تقول لك يعني. هي تقول لك اذا كان في يعني يعني انا بكلمك النهارده احنا يعني بعد مرور كذا سنه اهو، تقول لك اذا كنت انا من ساعه ما رجعت النقابه للنهارده صدر مني اي حاجه؟ بالعكس بقابلها احسن مقابله وبنتكلم، ولو في اي مشكله بتجاوب معاها وبتكلمني وبكلمها، وانا تجاوزت وهي تجاوزت وخلاص. فانا مش راجع اصفي حسابات ولا راجع يعني ما بتكلمني اهلا وسهلا وتحت امرك وفي ايه ومفيش ايه وبتاع، لكن انا قلت لك بالاسماء اللي حصل. لما دنيا كلمتها وقالت لها اشرف حصل كذا كذا كذا، فممكن تبقى ناسي. لا بس في حاجات ما ينفعش تنسي. اما قضيه بقى مربيني، لا هي اكبر مني. انت بتحكي ليه؟ انت استاذ الجميع يا دكتور، انت استاذ الجميع. بس لا انا كان ليا الشرف ان انا يعني كنت طالب مع الاستاذ كرم، وثم اشتغلت معاه مساعد مخرج، وكانت علاقتي بيه على اعلى مستوى، وفعلا كنت اما كنا بنعمل مسرحيه ايزيس كانت اخراج الاستاذ كرم، وكنت على طول معاه، وكانت حنان صغيره وكنت بجيب لها مقلمه ومساط، انا بفكرها بالحاجات دي وبتاع. انا وخلاص بقى يعني يعني اقول لك على حاجه، بس هي يعني ايه يعني انهت الحوار كده يعني يعني كانت ماشيه كويس كويس كويس. احنا مش رجال مبارك. ما انا كنت هختم، احنا مش رجال. هقول لك السؤال ده وهختم بيه. يعني انا عايز اقول لها انت شايف زي ما قالت ان رجال مبارك رجعوا الساحه بقوه؟ هي قالت ما تناقضت فيه مع نفسها، قالت ده شاطر وهي اصل انا رجال مبارك. لا انا مش رجال، انا مش مبارك اللي عملني ولا غير مبارك اللي عملني. شطارتك واجتهادك. انا اللي جابني اللي قالته هو مبارك ولا يعني رئيس السيسي ولا اي رئيس، هو اللي جابني نقيب، انا اللي جابني في منصبي شطارتي واجتهادي وقدراتي. فانا متحفظ جدا على لفظ رجال مبارك، او ده انا مش رجال حد ولم اكن عضوا في الحزب الوطني. انا بقول لك اهو، ولم يعرض علي ان اكون عضوا في الحزب الوطني ولا لجنه السياسات. واللي عنده دليل يطلع. انا يعني مش حاجه يعني يعني كنا في توقيت كله بيتمنى على فكره. اكيد طبعا. كله كان بيتمنى. اكيد طبعا. انما انا مش رجال مبارك يا حنان. والله ما رجال مبارك، انا رجال كرم مطاع. لكن مش رجال مبارك. انا مش مبارك اللي عيني معيد في المعهد، واللي عيني دكتور في المعهد، واللي خلاني بقيت عميد المعهد، واللي خلاني بقيت نقيب. انا في النقابه قد عمرها. شوفي عمرها كام سنه؟ انا في النقابه من قد عمرها 27 سنه تقريبا خدمه في النقابه، حاجه و20 سنه. حاجه و20 سنه في النقابه. فاللي جابني
مجهودك طبعا، مجهودي وشطارتي اللي هي قالته، لكن رجال مبارك ما تقلش عليا انا عيب، لان انت برضو كنت في زمن مبارك، وإزيز دي اتعملت في زمن مبارك، واللي افتتحها حسني مبارك، واللي كرم والدتك وكرم والدك حسني مبارك. رجعوا بقى كل التكريمات دي، انا اللي بدافعش على حد على فكره، بتتكلم بشكل موضوعي. انما لا، انا مش من رجال مبارك ومش من رجال حد، انا رجل حر شريف انتمي لنفسي، واللي جابني زملائي، اللي انتخبني وجابني زملائي. واعتقد هي كانت يعني مش الدوره دي، الدوره اللي قبلها يعني اللي انا نزلت فيها كانت من اهم المؤيدين ليا. ده صحيح. هي والدتها، انت ليك معزه خاصه والدتها عند حنان، كانت عضو مجلس اداره معانا. كان اللي جابها مبارك؟ لا 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 طبعا، لا طبعا. انا سعيده جدا باللقاء النهارده، الحقيقه كان سري جدا وفي حاجات كتير كان نفسي استفسر عنها. ده لقاء تاريخي مش سري، لقاء لا تاريخي. حقيقي. متشكره جدا لحضورك، شرفتيني حقيقي، ومبسوطه جدا ان انت النهارده يعني شرفتيني في برنامج بالالوان الطبيعيه. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا. العفو.